اهلا بكم، هذا برنامجكم اخر النهار وانا معكم محمد الباس. من الفأل الحسن أنه أبدأ مع حضراتكم تجربة إعلامية أخرى على الشاشات يوم 3 يوليو. يوم 3 يوليو هو واحد فعلا من أعظم أيام المصريين، لأن يوم 3 يوليو ده هو اليوم اللي الناس خرجت بعد ما فكرت وقررت واختارت أنها تخلص بلدها من جماعة كانت الحقيقة عايزة تاخد البلد لمسار تاني خالص وتاخد البلد لطريق تاني خالص. ليه بنقول انه ده فأل حسن؟ لانه الحقيقة انا مش ناوي سواء الناس اللي كانوا متابعيني قبل كده او جمهور قناة النهار اللي بشرف ان انا اطل عليهم النهاردة، مش هتغير ومش هتبدل، لانه لا يوجد شيء يخليك تتغير أو تتبدل طالما أنه العقيدة الثابتة عندي وعند حضراتكم هي أننا بنشتغل عشان البلد دي، وبنشتغل عشان الوطن ده، وبنشتغل عشان الدولة دي، وقبل كل ده وبعده عشان بنشتغل للشعب ده اللي هو أهلنا وناسنا. ولذلك أنا أجدد العهد مرة أخرى مع كل الناس اللي كانوا بيتابعوني وكل الناس اللي هيتابعونا ان شاء الله من خلال شاشة قناة النهار، اني زي ما قلت قبل كده مش هتلاقونا في حلقاتنا بنقول لحضراتكم حاجة ما حصلتش، مش هنكذب، مش هنزيف، مش هنقول حاجة بالباطل، وكمان مش هنخبي حاجة حصلت عن حضراتكم. طول الوقت هتلاقونا بنتكلم عن اللي بيحصل حوالينا، عن اللي بنشوفه في مصر، في الدول العربية، في العالم، ويكون خاص بينا إن شاء الله. يمكن هنزود على ده حاجة، وأنا هنا بعمل دعوة لحضراتكم إنكم تشاركونا في هذا البرنامج. إزاي تشاركونا؟ تشاركونا من خلال الأسئلة اللي حضراتكم طول الوقت، وأتمنى إن ده يحصل باستمرار، بتطرحوها علينا. يعني احنا قلنا ان احنا ان شاء الله هنكون اجابة السؤال. ويمكن امبارح الصديق والزميل العزيز تامر امين وهو بنتكلم فبيقول ان في بعض الاسئلة ما لهاش اجابات. انا عايز اقول لحضراتكم كل الاسئلة ليها اجابات، بس المعيار هل احنا بنقتنع بالاجابة ولا ما بنقتنعش، هل الاجابة دي كافية ووافية ولا لا. انا بوعد حضراتكم اننا نحاول اننا نجيب اجابات على كل الاسئله مهما كانت في اي جانب من جوانب حياتنا في مصر، لانه ده حقنا. طول الوقت الناس بيقولوا لك الحكومه، الرئيس الاول، الحكومه، الوزراء، الناس في الاعلام يقول لك يا جماعه لازم يبقى في وعي عند المواطن. طيب ما هو انت مش هيبقى في وعي عندك الا اذا عرفت. وعرفت دي احنا في الاعلام
ده جزء من مسؤوليتنا، انك تعرف، فلما تعرف تقدر المسؤولية وتقدر الخطر، فتبقى عندك وعي وتتصرف بناء على هذا الوعي. فده مهم جدا ان احنا نبقى متفقين عليه. فانا اتمنى ان حضراتكم لا تترددوا، بالاضافة للمشاكل اللي ممكن تقابل ناس كتير وبيبعتوها لنا، ابعتوا لنا كمان اسئلتكم، اسألونا واحنا ان شاء الله هنحاول جاهدين، وانا بوعد حضراتكم ان احنا نكون اجابة هذا السؤال. ومؤقتا احنا يعني ابعتوا لنا على الصفحة بتاعتي لحد ما يبقى ان شاء الله عندنا صفحة للبرنامج بتاعنا اخر النهار هنا، بتبقى بيني وبينكم، لكن الصفحة اللي حضراتكم هتبعتوا عليها هتظهر قدام حضراتكم الان على الهواء. فابعتوا لنا كل الاسئلة اللي بتعني لحضراتكم، في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، في الحياة الاجتماعية، أي سؤال ممكن يكون سؤالك دليل إن إحنا نفتح قضية كبيرة جدا وقضية مهمة جدا ونستفيد بيها كلنا إن شاء الله. فهتبقى قدام حضراتكم على الشاشة الوقتي الصفحة اللي حضراتكم هتبعتوا لنا عليها. لما هنحاول نجيب إجابات ونحاول نقدمها لحضراتكم، خلينا نتفق برضو اتفاق تاني، وهو إيه؟ انه انا مش غريب عن الناس، اعتبرني قاعد معاك في صالة البيت بتكلم معاك انت والعيلة، اعتبرني موجود جنبك في مكتب من مكاتب الموظفين في اي ديوان من دواوين الحكومة، بصلي مع الناس في الجوامع، موجود مع الناس، بزور الناس في الكنائس، بنتكلم وبناخد وندي مع بعض في الكلام. احنا مش غرباء عن بعض ولا هنكون غرباء عن بعض، وهدفنا الأول والأساسي هو هذا الوطن إن شاء الله. طيب، في نقطة مهمة برضو أنا حابب أثبتها قدام حضراتكم، أنه لازم أشكر طبعا إدارة قناة النهار وعلى رأسها الصديق العزيز الأستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة تلفزيون النهار، أنه أتاح هذه الفرصة للإطلالة على حضراتكم. والنهار الحياة مش غريبة لنا، غريب عليها ولا هي غريبة عليا، لأني بدأنا نشتغل في النهار من مبكرا جدا من سنوات، يعني كنت موجود إلى جوار أستاذنا الأستاذ عادل حمودة والدكتور مصطفى الفقي، كنت معهم في برامجهم، والزميل العزيز برضو خالد صلاح، كنا قريبين في فترة في عمل في قناة النهار. فأنا بشكر إدارة قناة النهار، وكمان وده مهم جدا عشان الناس تعرفوا، فأنا بشكر قناة المحور اللي أنا جاي منها من برنامج 90 دقيقة، كل العاملين في قناة المحور من أصغر فرد إلى أكبر فرد هناك. بشكر الدكتور حسن راتب أمام الجميع، لأنه ما حدث، ودي الأول مرة بتكلم على أنه اللي حصل في قناة في برنامج 90 دقيقة، عندما اختلفت وجهات النظر فانتهت علاقة العمل، لكن بنحتفظ لبعض بكل ود وبكل محبة وبكل تقدير، فلا يوجد شيء يعكر الصفو دائما. 98% يا جماعة من اللي اتقال في السوشيال ميديا وعلى المواقع عن أسباب أني سبت المحور ليس صحيحة. أنا بشكر الناس في المحور جدا، أصدقائي وحبايبي، وعلى رأسهم الدكتور حسن راتب أنا بشكره وبحييه، لأني قعدت ثلاث سنين الحقيقة في المحور، هو تحمل شطحات كتيرة جدا، وقد يكون دفع ثمن شطحات كتيرة جدا عشان بس نبقى عاطين للناس حقهم. أنا أقول هذا الكلام الآن وأنا بعيد عن المحور، يعني لا أريد منه جزاء ولا شكورة زي ما بيقولوا، لكن الحق يقال. ففي ناس كتيرة جدا كانت فاهمة الصورة غلط، في ناس كتيرة جدا قالت كلام مش صحيح. هذا الرجل يعني له فضل كبير، فتح قناة المحور، خضنا من خلالها معارك قدام حضراتكم، وكنت حضراتكم شركاء لينا فيها، فلا أقل من أن نشكره، أو أنا أشكره جدا، وتحياتي ليه وللعاملين في قناة المحور. قبل ما ندخل بقى في شغلنا إن شاء الله، وإحنا هنبدأ من مساحة ساخنة جدا، ويمكن الناس تبقى حاسة إنه احنا بنتكلم في اللي هم عايزينه واللي هم بيسألوا عنه، خلينا نطلع فاصل، والسؤال الذي سنجيب عنه بعد الفاصل، هل مصر تدير ملف سد النهضة بشكل يفيدنا ولا يضرنا؟
هل الإدارة المصرية في التفاوض هتخلينا نكسب ولا نخسر؟ احنا رايحين فين في سد النهضة؟ وليه الناس حاسة ان احنا مش جادين قوي في سد النهضة؟ خلينا نجاوب على هذه الأسئلة ولكن بعد الفاصل.